الله يرحمه حاج عاطف، الناس اللي هم الكبار اللي كانوا موجودين وفكرهم اللي بيتعمل النهارده بعد 20 سنه، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ايه؟ عهد ثلاثي. امتى سمعنا عن العهد الثلاثي؟ ده من قريب يعني، من خمس من ست سنة عشر سنين 94 مغاغة بتعمل عهد ثلاثي. من ايام احمد حسن. من ايام احمد حسن، مغاغة، اسوان، واللاعب. هي عبارة عن اعارة 3 سنين. ال3 سنين لو انتهوا ترجع مغاغة تاني. طبعا احنا ما كناش نعرف الكلام ده. مشيت في خلال الثلاث ياخد سنين ياخد جزء نسبة. نسبة. معمول من سنة كام يا كابتن اسلام؟ 94. من سنة 94. احمد حسن لما مشي من اسوان للنادي الاسماعيلي مغاغة خدت 50%. عشان كده انا بقول لهم في مغاغة المفروض يعني ان ممكن اكون انا اغلى لعيب اتباع وتمت اعادة بيعه مرة تاني. لما رحت يعني الاسماعيلي لما رحت الاسماعيلي كانت الصفقة معدية تقريبا ال 200,000 في التوقيت ده سنة 98. يعني غالبا قالوا ما تقولش 150. كده يا عم، ما تقولش كده عشان الناس تقول لك ده انت. انا ما خدتش حاجة، انا بتكلم على لا 200,000. بس 200,000 دلوقتي يعني، ما لا 200,000 ايه؟ ممكن تشتري بيهم شرابين للعيب كوره. فده كان الرقم يعني ان انت فروحت الاسماعيلي الوقت عن ده. طريق الدكتور عمرو عبد الجابر. كان